مجهولون يطلقون النار بالأسلحة الخفيفة منتصف ليلة أمس على حاجز لقوات النظام يتبع للأمن السياسي في بلدة غباغب شمال درعا. غرفة عمليات وحرض المؤمنين تعلن استهداف قاعدة حميمين بريف اللاذقية بصواريخ بعيدة المدى وتحقيق إصابات مباشرة فيها. قتل وجرح أكثر من 10 عناصر من قوات النظام على جبهة المشاريع في سهل الغاب بريفي حماد غربي إثر استهدافهم من قبل غرفة عمليات وحرض المؤمنين. الأمم المتحدة تدين القصف والغارات الجوية على إدلب وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي. إصابة 4 أشخاص بينهم امرأة وطفل جراء قصف مدفعي للنظام على قريتي الدقماق وجب سليمان بريف حماد غربي. السفير الأمريكي في مجلس الأمن يقول إن العديد من التقارير الأمم المتحدة تبين بالتفصيل استخدام نظام الأسد الوحشي للاحتجاز التعسفي ضد مئات الآلاف من المدنيين السوريين.